في كتاب الكافي من هذا من كتبنا المعتبرة. الراوي يقول كنا قاعدين بيت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والإمام جالس بين أصحابه، وإذا بشيخ كبير كبير السن ضعيف يتوكى على عز عكازه. إجا دخل دار الإمام الصادق عليه السلام، التبت على الإمام قال السلام عليك يا ابن رسول الله. الإمام رد السلام عليه، بعدين سلم على الحاضرين قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. قال يا ابن رسول الله أنا هل تشوفني شيخ كبير فقدت قواي، عيني ما تشوف، إيدي شلون، رجلي شلون، بس أنا أحبكم أهل البيت يا ابن رسول الله. الإمام قال له تعال تعال. قال أريد أقعد يمك يا أبو، قعدني يمك. قال تعال تعال قعد يمي. قال يا ابن رسول الله أنا هل يشوفني موتي قريب وما أدري هم من أموت أنا وين يودوني، وما عندي إلا حبكم أهل البيت، أحبكم ما أقدر أفارقكم، أبدأ أشوف موت شلون أموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرك الموت حضر عندك رسول الله، وحضر عندك أمير المؤمنين، وحضرت عندك فاطمة، وحضر عندك الحسين، وحضر عندك الحسن، وملك الموت يبشرك بالجنة وتشوف مكانك في الجنة، أمير المؤمنين يسلم عليك. قال علي يسلم؟ قال نعم. الشيخ لزمة العبر قام يبكي، قام الرواية في اقرب الكفاك، الشيخ يقول ها ها ها، قام يبكي خلص. يقول ببكاء الشيخ كل أصحاب الإمام اللي قاعدين بالبيت قاموا يبكون خلاص. قال الحمد لله، إذا أنا أموت هاي الموت اللي أئمتي أشوفهم والله راضي علي. والإمام يقرأ هاي الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك بيا حالة راضية مرضية، مو بس راضية مرضية، فادخلي في عبادي، عبادي منهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، صلوا على محمد وعلي. وادخلي جنتي. خلص هذا موت المؤمن.